بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجمع مدارس الأندلس التعليمي، مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة، قسم الدراسات الاجتماعية، يقدم لطلاب الصف الثالث الابتدائي المراجعة العامة على منتصف الفصل الدراسي الثاني عام 2021-2022. إعداد وتقديم الأستاذ رمضان حسن عمار. ثم نأتي للقيمة التربوية لدرس اليوم، ألا وهي المحافظة على الممتلكات. جاء في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، صدق الله العظيم. أي أن الله سبحانه وتعالى يريد منا دائما أن نكون فاعلين للخيرات، مبتعدين عن المنكر، وذلك لقوله في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، صدق الله العظيم. فهذا دليل دامغ على أن أحب الأعمال إلى الله التعاون على فعل الخيرات وتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. ثم جاء في الحديث الشريف عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه الطير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن أوسط الأعمال والأشياء التي يقوم بها الإنسان في حياته حتى في النباتات يكون له أيضا من الله سبحانه وتعالى الثواب والأجر العظيم، إذا أكل منها كان إنسانا أو طائرا أو حيوان، وذلك لأن الله رؤوف رحيم بعباده، فلذلك يأمر بفعل الخيرات والصدقات يا أبطال. لذا هذا ما أخبرنا به الرسول الكريم، فيجب علينا يا أمة الإسلام دائما أن نتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم ونقتدي به في كل شيء. نأتي أبطال إرشادات قبل الاختبار: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة بالله دائما واجب علينا، وأن نكون دائما في هدوء وسكينة من أجل أن نحصل على أعلى قدر من التركيز، لأن التركيز أكثر العادات أثرا في حياة الناجحين وأكثر الثمرات يا أبطال في مثل هذه المواقف التي تجعل الأبطال مثلكم يحصلون على أعلى الدرجات. ثم الاسترخاء: إن الاسترخاء يجعلك تأتي أفضل الثمار يا أبطال، أفضل الثمار. لذلك إذا رأيت سؤالا صعبا دعه وانتقل إلى السؤال التالي بكل هدوء، ثم عود معه مرة ثانية. وجزاكم الله خيرا، وفقكم الله، وسدد خطاكم. ونبتدي المراجعة العامة بحل التدريبات الإسرائيلية.
وأهدافها كالتالي: يتوقع من الطالب نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن يجيب الطالب على الأسئلة الموضوعية بشكل صحيح، أن يجيب الطالب على الأسئلة المقالية بشكل سليم. أولا، الهدف الأول أن يجيب الطالب على الأسئلة الموضوعية بشكل صحيح. أولا الأسئلة الموضوعية وهي كالتالي: أسئلة الاختيار من متعدد، اختر العبارة مما بين القوسين، ضع علامة صح أو خطأ، أوصل العبارة من القائمة ألف مع ما يناسبها من القائمة باء. نأتي للسؤال الأول من القائمة: ألف من حقوق الطفل في اللعب توفير، ثم طاعة أبي وأمي من واجباتي نحو توفير التطعيمات اللازمة من حقوق الطفل في. أما السؤال الأول يا أبطال، من منكم يجيب؟ أمامكم دقيقة للإجابة عليه. أحسنتم، بارك الله فيكم. من حقوق الطفل في اللعب توفير الحدائق والمتنزهات، طاعة أبي وأمي من واجباتي نحو ماذا؟ أمامكم دقيقة للإجابة يا أبطال. أحسنتم، نحو أسرتي. توفير التطعيمات اللازمة من حقوق الطفل في الرعاية ماذا؟ أحسنتم، الرعاية الصحية. بارك الله فيكم. ثم نأتي للسؤال التالي: اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل الآتية: يسمى كل ما تركه القدماء من أبنية أو ممتلكات أو أدوات أو أسلحة، هل آثار، اثنان تجارة، ثلاث صناعة، يسمى ماذا؟ أمامكم دقيقة للإجابة عليه يا أبطال. أحسنتم، بارك الله فيكم. يسمى آثار، يسمى أبطال آثار، بارك الله فيكم. السؤال التالي: اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل الآتية: بيع منتجات البلاد إلى دول العالم، يسمى ماذا يا أبطال؟ الصناعة، التصدير، الاستيراد. أمامكم دقيقة للإجابة على السؤال. أحسنتم، بارك الله فيكم. يسمى التصدير، التصدير هو بيع منتجات البلاد إلى دول العالم. السؤال التالي: أشهر المتاحف في دولة قطر متحف الخور، الوقرة، الفن الإسلامي. أمامكم دقيقة للإجابة على السؤال، بارك الله فيكم. أحسنتم، رائعون، هو متحف الفن الإسلامي، أشهر المتاحف في دولة قطر هو متحف الفن الإسلامي. السؤال التالي: ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات الآتية: واحد، من حق الطفل توفير غذاء صحي ومتوازن له، هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ أمامكم دقيقة للإجابة عليها. أحسنتم، بارك الله فيكم. عبارة صحيحة، نعم، من حق الطفل توفير غذاء صحي ومتوازن له. السؤال التالي: المحافظة على الآثار تساعد على تنشيط حركة السياحة في بلادنا، هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة يا أبطال؟
أحسنتم، عبارة صحيحة، بارك الله فيكم. 3، متحف قطر الوطني يضم مجموعة من القطع الأثرية الإسلامية النادرة، هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ أمامكم دقيقة للإجابة عليها. ممتاز، عبارة خاطئة، بل هو متحف الفن الإسلامي الذي يضم قطع أثرية نادرة. إذن متحف قطر الوطني ماذا يضم أبطال؟ متحف قطر الوطني يضم مجموعة من الصور والوثائق التي توثق وتصور الحياة القطرية القديمة في المجتمع القطري. بارك الله فيكم. الهدف الثاني درس اليوم أن يجيب الطالب على الأسئلة المقالية بشكل سليم. ثانيا الأسئلة المقالية. الأسئلة المقالية اذكر، عدد، عرف، وضح بما تفسر. أجب عن الأسئلة الآتية: ما حقوق الطفل الأساسية؟ أمامكم دقيقة للإجابة على هذا السؤال. أحسنتم، بارك الله فيكم. 1، الغذاء والمسكن. 2، الرعاية الأسرية. 3، التعليم. 4، الرعاية الصحية. 5، الأمن والأمان. 6، اللعب. أحسنتم، بارك الله فيكم. إذن حقوق الطفل كالتالي: الغذاء والمسكن، الرعاية الأسرية، التعليم، الرعاية الصحية، الأمن والأمان، واللعب. نأتي للسؤال التالي، أجب عن الأسئلة الآتية: عدد واجبات الفرد نحو أسرته. أحسنتم يا شباب. 1، نظافة غرفتي وبيتي. 2، طاعة أبي وأمي وعدم إغضابهم. 3، أفراد أسرتي والتعاون معهم. 4، أذاكر دروسي دون تكاسل. إذن واجبات الفرد نحو أسرته: 1، نظافة غرفتي وبيتي. 2، طاعة أبي وأمي وعدم إغضابهم. ثم أبطال: احترام أفراد أسرتي والتعاون معهم، أذاكر دروسي دون تكاسل. إذن يا أبطال، هي واجبات الفرد نحو أسرته كما ذكرنا. أجب عن الأسئلة الآتية: اذكر أشهر القلاع في دولة قطر. أمامكم دقيقة للإجابة على السؤال يا أبطال. أحسنتم، بارك الله فيكم. 1، قلعة الوجبة. 2، قلعة الزبارة. 3، قلعة الكوت. 4، برج برزان. إذن يا أبطال، أشهر القلاع في دولة قطر: 1، قلعة الوجبة. 2، قلعة الزبارة. 3، قلعة الكوت. 4، برج برزان. هي أشهر القلاع والأماكن الأثرية في دولة قطر يا أبطال، بارك الله فيكم. نأتي للسؤال التالي، أجب عن الأسئلة الآتية:
عدد أشهر المتاحف في دولة قطر. أمامكم دقيقة للإجابة على السؤال. أحسنتم، رائعون. 1 متحف السلاح، 2 متحف قطر الوطني، 3 متحف الشيخ فيصل، 4 متحف الفن الإسلامي. وهذه أشهر المتاحف في دولة قطر، هي 4 يا أبطال: متحف السلاح، متحف قطر الوطني، متحف الفن الإسلامي، ومتحف الشيخ فيصل. نأتي للسؤال التالي، أجب عن الأسئلة الآتية: وضح أشهر صادرات دولة قطر للخارج. ممتاز يا أبطال، أشهر هذه الصادرات: 1 النفط، 2 الأسمدة، 3 الغاز الطبيعي. إذن يا أبطال، أشهر صادرات دولة قطر للخارج: 1 النفط، 2 الأسمدة، 3 الغاز الطبيعي. أشهر الصادرات، أحسنتم، النفط، الأسمدة، والغاز الطبيعي. بارك الله فيكم، أحسنتم، رائعون دائما ومتميزون. أجب عن الأسئلة الآتية: اذكر أهم واردات دولة قطر من الخارج. أحسنتم، 1 السيارات، 2 الآلات والمعدات، 3 المواد الغذائية، 4 الأقمشة والمنسوجات، 5 الأجهزة الإلكترونية، 6 الماشية بأنواعها. أحسنتم، إذن أهم واردات دولة قطر من الخارج: 1 السيارات، 2 الآلات والمعدات، 3 المواد الغذائية، 4 الأقمشة والمنسوجات، 5 الأجهزة الإلكترونية، 6 الماشية بأنواعها. هي أهم صادرات، عفوا واردات، دولة قطر من الخارج. أحسنتم، وفي الختام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في رعاية الله وأمنه. إلى لقاء جديد مع أسرة الدراسات الاجتماعية، مع تحيات الأستاذ رمضان حسن عمار.